Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne Bac Facile. Aujourd'hui, je vais expliquer la 15e partie d'usage acido-basique dans le monde de chimie en solution. نصور هذا الفيديو بكري ولكن ان شاء الله نحاول نكمل الموديل قبل ما تدوزوا ليكزامان ان شاء الله. اذا هذا الدوزاج هي او ما يسمى بالمعايره او نرام هذا الدوزاج كنت شفتوه في الثانيه بكالوريا دونك شنو هو ليتيليتي ديال هذا الدوزاج ولا اش صار سي بوزون باغ اكزومبل عندي انا واحد لاسيد لقيته في المختبر ولكن انا ما عندي مشكله مع الكونسونطراسيون ديالو ما عرفتهاش لا كونسونطراسيون ديال هاد لاسيد ما عرفتهاش دونك كيفاش انا نقدر نحدد لا كونسونطراسيون ديال واحد لاسيد انكوني اذا في هاد الحاله كتجي واحد التقنيه مهمه ديال الدوزاج اللي كتعاونني باش نحدد كونسونطراسيون ديال هاد لاسيد هذا اذا كيفاش يمكن ليا نستعمل هاد الدوزاج هذا تو دابور كيكون عندي واحد المانيبيلاسيون كتكون عندي واحد لابيغيت طويله لاسيد ديالي اللي كنقلب عليه كنديرو انا هنا شوفوا اذا هذا لاسيد ديالي ثم كندير غوتا غوت يعني كنحل هاد لابيغيت بشويه وهنا كندير واحد الباز كيل كونك واحد لاباز انا عارف اصلا لا كونسونطراسيون ديالو يعني كونسونطراسيون كوني كونسونطراسيون او بيان نوتراليتي على حسب التمرين اللي خدمت به كوني عارفها شحال كتساوي مزيان اذا مادام انا عارف لا كونسونطراسيون ديالي كنبقى كنكب شويه بشويه شويه بشويه بيان سيغ هاد بي اش متر نقدر يكون عندي لي مع واحد مثلا واحد لورديناتور اللي كيصايب لي واحد الجدول مثلا هاد لاسيت قبل ما نكب عليه انا لا باز مثلا كان بي اش ديالو زيرو اذا هنا باقي ما كبيت والو ثم ملي كبيت مثلا واحد مليليتر ديال هاد لا باز ولا بي اش واحد وهكذا حتى كيكون عندي واحد الجدول فيه من زيرو تقريبا حتى لغادي 13 وكل مره كنكبو شويه بشويه هاد لاباز هذا اذا كتكون واحد النقطه مهمه كترى فيها لا نوتراليتي يعني ديال هاد لاسيد هذا هاد لا نوتراليتي اللي كنطبقوا فيها العلاقه المشهوره اللي معروفه سي بي فوا في بي ايتيغال سي ا فوا في ا بيان سور يمكن لينا نطبقوا كذلك هاد العلاقه حتى في لا نوتراليتي ونقولوا ان بي فوا في بي يساوي ان ا فوا في ا اذا هاد العلاقه هذه اللي كتقول لي ان التركيز ديال لاباس مضروب في الفوليوم ديال لاباس كيساوي التركيز ديال لاسيد مضروب في الفوليوم ديال لاسيد بويسك انا التركيز ديال لاباس عارف والفوليوم ديال لاباس غنكون عرفته باستعمال لابيغيت ثم الفوليوم ديال لاسيد هو المقدار اللي شديت انا هنا في الاول كندي داكشي لديك الجهه وكنلقى السي ا ديالي ولكن هاد العلاقه امتى كتحقق ليا كتحقق ليا في داك لابوان دي كيفالونس بيان سور الانسان العادي ما يقدرش يقول يبقى يزيد يقول حبس ها هو البوان دو كيفالونس طرات هنا ما يمكنش اذا دونك كاين دو ميثود يا اما كنستعملوا لي تكنيك بي اش ميتريك او بيان واحد الدوزاج بار كونديكتيفيتي غادي تشوفوا ان شاء الله في اس 3 بون اشنو كندير انايا انا كنشد انا واحد الدوزاج كنشد باز كنكبو على لاسيد وكنستعمل شويه بشويه شويه بشويه طبعا البي اش ديال هاد لاسيد اشنو غيطرى ليه غيطلع وملي كيطلع كيبقى غادي وفي نفس الوقت كيكون عندي هنا التدريجات مثلا 100 مليليتر هنا صفر وقت ما كينقص كنعرف شحال مشى ليا من هاد السوليسيون بيان سور كنرسمو ديك الساعات واحد الكغاف معروف كيكون هنا الفوليم دو باز وهنا البي اش ديال الميلونج مثلا هنا كبينا مثلا يلا صفر كان هنا صفر مثلا واحد كبينا واحد مليليتر ديال لاباز بي اش طلع وهكذا حتى كنرسم واحد لا كورب دايره بحال هذا الشكل هذا مزيان اذا هاد لا كورب هذا خصني نلقى لو بوان دي كيفالونس ديالو كاينين دو ميثود كاينه واحد لا ميثود اش كيديروا شي وحدين كيمشيو يرسموا شي دائره هنا واحد السيركل هنا وواحد السيركل هنايا وكيربطوا ما بين هاد لو سونتر وهاد لو سونتر وهاد لو بوان هي فاش كطرى لو بوان دي كيفالونس ولكن هاد لا تكنيك شويه قليل اللي كيستعملها لحقاش ما كيقدروش يرسموا الدائره مقاده مزيان مع داك الدوره ديال القوس وكيكون واحد شويه ديال الاختلاف الطريقه اللي معروفه الثانيه هو انه فهاد الدوره هذه كنرسم واحد لا طونجونسيال ثم في هاد الدوره هذه كنرسم واحد لا طونجونسيال كيكونوا هاد جوج باراليل ثم كنرسم واحد المستقيم عمودي على هنا وعمودي على هنا اذا الوسط ديالو كنرسم عاوتاني واحد المستقيم اخر عمودي وكيمر من المنتصف ديال هاد القطعه بحال هكا اذا في هاد الحاله هادي هاد النقطه كتعطيني هنا بي اش ايكيفالون
هنا ثم هنا كيطرى لي داك في بي اللي طرات فيه لا نوتراليزاسيون، يعني ان داك الاسيد تستهلك كله وبدا كيولي قاعدي. اذا ديك في بي هاني لقيتها مثلا كنحطها، والسي بي ديجا عارفها، ثم سي ا اللي كنقلب عليها في ا. اذا كدير سي ا تساوي سي بي فوا في بي ديفيزي سيغ في ا. بيان سيغ نقدر نخدم نفس العلاقه بالنسبه لا نوتراليتي، وهاد لا تكنيك كتعاوني باش نحدد لا كونسونطراسيون ديال واحد لاسيد كيلكون في المختبر. نقدر كذلك الى عندي باز ودرت الدوزاج بلاسيد، هادي يكون عندي نفس لا كورب، هي تكون غاديه بحال هكا، حيت كيكون بي اش في الاول طالع وكنزيدو لاسيد والبي اش غادي وكينقص. لا ميم شوز كنديرو لا ميم شوز وكنلقاو بيان سور لو بوين ديكيفالونس لي كنشوفو هنايا. اذا هادي هو هذا هو الدوزاج اسيدو بازيك، يعني ما فيهش شي حاجه صعيبه بزاف. يقدر يقول لك مثلا رسم ليا الغراف الى اخره، هادشي كيضيع شويه ديال الوقت. يقدر هنا يكونوا بعض الاخطاء النسبيه بالنسبه ملي كترسم لا طونجونسيال، تقدر المسطره تعوج شويه ولا شي حاجه، معليش غير ما يكونش الخطا معيق بزاف. نتمنى انكم تكونوا استفدتم مزيان في هذا الفيديو ديال الدوساج، ودمتم اوفياء. تهلاو.